وحيد أرجوك بلاش تعور، سيبهم دول سكرانين. نعم، أي خدمة؟ تعجبني، أنا لسه كنت بقول إنك راجل متفاهم، مش كده يا جلجل؟ يعجبني التفاهم قوي. طب مش نفهم عايزين إيه؟ شوف يا سيدي، الحكاية بسيطة جدا، حضرتك والست معزومين عندنا وهنقضي سهرة لطيفة، روعة. يا سلام، بس كده؟ من عينيا. يا وحيد ده انت متعور. بسيطة، نفوت على العوام اغسل الجرح وبعدين اوصلك. طيب سامي، انا عايز اعترف لك بحاجة. تعترف لي؟ ايوه، اصلك وثقت فيها زاد عن اللزوم. ازاي؟ أنا كذبت عليكي. في إيه؟ في حكاية إن ضد الحب. يعني أنت مش ضد الحب؟ وفي حد في الدنيا يا سامية ضد الحب؟ يعني إيه؟ يعني أنا بحبك يا سامية. كل اللي كنت بعمله قدام المعلم رضا كان حقيقي، وكل كلمة قلتها لك كانت من قلبي. وكتب الفلسفة اللي كنت بتقراها، أو ده بقى اللي كان تمثيل؟ يعني كنت بتاخدني على قد عقلي؟ اللي يحب إنسان يعمل أي حاجة عشان يوصل. سامحني يا احمد. أنا؟ أيوه، عشان عذبتك كتير. حبي ليكي هو السماح نفسه. بس أنا عايز أسألك سؤال. اسأل، وأنا مش هخبي عنك حاجة أبدا. أنت كنت بتحب باباكي؟ طبعا، كنت بحبه من كل قلبي. معنى كده إنك ما بتكرهيش الرجالة؟ مش كده؟ طبعا انت فاكرة الظروف اللي شفتك فيها اول مرة. تقدري تقولي لي بصراحة ليه كنت بتعذب الرجالة بالشكل اللي انا شفته؟ لسه كنت اعترف لك، بس يا ريت تسامحني. انا كنت فاكرة ان الجواز والجنس
حاجات بتنزل من قيمة الإنسان لحد ما قابلتك، ولما عرفتك كويس اكتشفت إن لا أنا ولا أي إنسان يقدر يقف ضد الحب، وعرفت إني كنت عايشة في أوهام، وإن كل تصرفاتي كان سببها اللي اعترف لك بيه. زمان لما كان عندي 15 سنة. أنا آسفة يا وحيد إن ده يجرى بسببي. ده أنا عشان خاطرك أكسر الدنيا كلها. أنا بحبك يا هالة. وأنا كمان يا وحيد. أنت متأكدة إنه مات؟ معرفش. على العموم ده دفاع شرعي. والفضيحة. هذا الموضوع لازم يتكتم عليه فورا. اكتب ملحوظة. اتصل بنا السيد ضابط المباحث وقرر ان المجني عليه السيد وحيد عدلي انه لا يعرف من اعتدى عليه، ويرجح انه لصا مجهولا. اقفل المحضر. وانت عرفت منين يا ممدوح؟ واحد ضابط صاحبي قال لي. وانت متأكد انه قال انه ما يعرفش اللي ضربه؟ ووكيل النيابة استجوبه في المستشفى وصمم على نفس الكلام.